صباح الخير مشاهدينا مشاهدي قناة زاغروس الفضائية من وين ما كنتوا عم تتابعونا. صباح الخير لزملائي باستوديونا سمية زاغروس. أنا نانسي، اليوم أنا معكم لحتى أعرفكم على أحدث تصاميم فساتين الأعراس لسنة 2020-2021. طبعاً كلاتنا بنعرف أنه فستان العرس هو حلم كل صبية، لهيك هو أكثر شيء بتجهيزة العرس ممكن ياخذ منا وقت لأنه رح نلبسه مرة واحدة بهالعمر. خلونا سوا نتعرف على أحدث تصاميم فساتين الأعراس، تابعونا. حبيبي بدي تقولي لي قديش، شو اكثر شيء دارج هلا بالسنة بال 2021، شو اكثر شيء العروس بتطلب منكم لما بتجي لحتى تختار فستان عرس؟ احنا دائما العروس اللي تطلب عنا انه الفساتين تكون ملكيه لان تحسها اكثر فخامه، بس مو كلهم يلوقوا لهم الفستان يكون فخم وملكي. بعض انه احنا ننصحهم انه دائما حسب جسمها يكون حتى يعني يبرز جمالها اكثر، يعني الفخامه دائما ما تلوق لي اي كان، فاني انه افضل انه حسب هم اختيارهم. هلا انا مثلا بالنسبه لي بحب الاشياء البسيطه اكثر او السمبل اكثر، شو الشيء اللي بيخلي العروس ما بيلبق له الفستان الباف؟ يعني شكل الجسم شو لازم يكون، ضعيف ناصح، لازم يكون مثلا عندها يعني طول او ما عندها، شو الشيء اللي بيحدد نوع الفستان اللي ممكن يلبق؟ حسب يعني انه حسب جسمها، انه كانت ناصحة لها انه يكون الفستان فخم وبف، يعني لو قلها انه الفستان يكون عدل من جوا بف حتى يبرز جماليته اكثر، بس العروس اذا كان جسمها رشيق او متوسط احنا نفضل يكون انه الفستان فخم وبف من يكون من الخصر حتى يبرز جماليته اكثر. هلا انا بدي تشرحي لي عن الفساتين اللي عندكم، نحن مثل ما عرفنا انه عندكم ماركه مخصصه اسمها جوليانا، بدي اعرف هي الفساتين هل هي شغل يدوي، تطريز يدوي، قديش بيستغرق الفستان معكم شغل، كل هاي التفاصيل بدي تخبريني عنها. احنا عندنا الفساتين تكون يدويه وعندنا فساتين تكون لا يعني المصنعين يسووها. الفساتين اليدويه تكون يعني حسب من 3 اشهر او اكثر، تستغرق وقت حسب التصاميم اللي مطلوبه من عندنا يعني، والفساتين يعني هو حسب ما قلت لك انه 3 اشهر او اكثر. الفستان اليدوي طبعا رح يكون اغلى من الفستان الجاهز، يعني الاسعار قديش بتكون تقريبا، من قديش لقديش يعني البادجت تبعوله؟ يعني هو حسب الفستان وحسب فخامية الفستان، يعني اكو عندنا تدرج $1000 اكثر او اقل حسب الفستان، يكون تصميمه واذا يدوي رح يكون اغلى. اكثر مره هيك فستان لفت لك نظرك مثلا، ايش اجى عندكم حدا وصاكم على فستان عرس، اكثر حدا يعني اكثر فستان بتتذكريه شو اللي كان بيميزه مثلا؟ هذا الفستان جت عروس عندنا، فانه اني كنت هذا عيني عليه كلش، فظليت افتر وراها اقول الا تاخذين هذا الفستان، وبالضبط يعني انه كان التصميم مالته كلش حلو ونازك، وهي العروس كانت كلش نازكه، فحبيت اني انه البسها اياه وشافت جماليته عليها يعني كلش، وهذا كان ببالي وخليتها تلبسها الحمد لله. تمام. هلا انا بدي تشرحي لي شوي عن الشغل يلي بهي الفساتين، مثلا نحن هلا هذا الفستان جاهز او شغل؟ هذا شغل يدوي، هذا الفستان شغل يدوي، يعني استغرق فوق 4 أشهر اعتقد او اكثر، بس هو هذا شغله يدوي ودقيق. طيب هي الاشياء اللي مستعملينها شو هي؟ هذا اللي احنا نسميه دانتيل، والعدنا مثل الليتر بي كلش ناعمه، والبولك اللي نسميها بولك يعني مثل الخرز. الخرز بالايد، يعني التصميم يدوي، هذا الفستان تصميم يدوي، وهذا اكثر شيء مطلوب عندنا دائما انه يجوا عندنا اللبس مره واحده بس.
تمام. الأسرة الملحقات اللي بتجي مع الفستان، الطرحة، البوكي، الورد، الطرحة على أي أساس بتحددوا طولها أو شكلها أو بساطتها؟ يعني قديش لازم تكون طويلة وأي مثلا تكون قصيرة؟ إذا كانت طويلة فيكون الفستان مبف عالي، يكون تكون الطرحة طويلة، بس إذا كان الفستان باف فأكيد تكون الطرحة كلش قصيرة حتى تبرز جمالية الفستان. الورد كيف تختاروا اللون؟ إحنا نختار على الميك اب، يعني حسب الميك اب اللي راح تستخدمه. إن كانت الطرحة، إحنا بدنا نحكي على الفستان الأبيض، الفستان الأبيض إذا كانت المكياج مالتها هادئ إحنا راح نختار لها بوكيه يكون أكثر غموق حتى يبرز، بس إذا كان لا الميك اب غامق فأكيد الماسكة تكون هادئة. طيب ما ممكن نختار بوكيه من الورد الطبيعي، يعني يكون طبيعي أصلا ما يكون هيك؟ نقدر نستخدمه إحنا البوكيه هسه كل الدارج طبيعي، كل الدارج طبيعي يعني كل صناعي. طيب هلا انا بدي تقولي لي الوان الفساتين تدرجت بين الابيض والاوف وايت، مثلا هذا على جراي شوي بتحسين؟ هذا على جراي، وهذا يكون يعني شلون مايل للاوف وايت الكلش، الاوف وايت متوسط يعني، والبياض الناصح، بس هم ما يطلبون بياض ناصح، دائما يطلبون الاوف وايت، يمكن لان شوي احلى بيلبق لكل البشرات، يعني اذا بيضاء او سمراء او يعني. هذا يعني من 2020 ل 2020 هو خارج الاوف، بياض ماكو، ما في ابيض، ما بقى درج كثير ابيض. لا. صح. طب الفساتين اللي بيستخدموها ليله العرس، يعني قبل العرس بيوم، شو لازم يستخدم؟ يعني مثلا الليليه اللي الليله اللي بتسبق العرس بيعملوا فيها حفلات او لا؟ لا. هلا رح اسالك، في كثير مثلا نحن عندنا بلبنان بيجي في قبل بيوم من العرس بيكون في حفله، ما بعرف بسموها بالعراق الحنة. حفله الحنه كمان بياخذوا فساتين من عندكم يعني قبل بيوم؟ اي اكيد بياخذوا من عندكم. طيب فساتينكم اجار او بيع بس؟ احنا الفساتين تكون عندنا بيع وعندنا ايجار، ايجار تتراوح من 200 ل 1000 دولار. والحنة أكثر شيء دارج الفساتين اللي عندنا مو الباف. يعني الألوان اللي تلحنا مثلا أحمر أو ألوان هادية أكثر أو أسود أو شو؟ سنة 2020 مطلوب الأحمر هواية، بس هالسنة لا، كل الألوان البسيطة الهادئة دائما دا يطلبوها من عندنا. شكرا لك. إذا مشاهدينا على أمل إنه حياتكم تكون مليئة بالأفراح، وكل اللي ما حقق حلمه بيتزوج بال 2020 إن شاء الله يا رب ينكتب نصيبه، ينكتب نصيبه بال 2021، ونفرح فيكم كلكم وأفراح لي كمان. على أمل إني أشوفكم بالأيام الجاية، بدي أودعكم هلا. La la la.